فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أنا رجل صاحب أغنام، وتصاب أغنامي ببعض الأمراض، فأقوم بذبحها ورميها للكلاب أجلكم الله، هل يجوز ذلك أم أنه غير جائز، حيث إنني أرحمها من أن تتعذب بالمرض؟ لا، يقولون لا يجوز ذبح الحيوان إلا لأكله، أما إذا لم ترد أن تأكله اتركه يموت، هو لست أرحم به من الله عز وجل. نعم.